الله يرضى عن الصديق لما ادخله الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلح بينه وبين عائشة، والصديق لم يعجبه كلام ابنته، فقلت له قل انت يا رسول الله ولكن لا تقل الا حقا. ابو بكر احلام لطم بنته، مش ابوها التاني اللي يقول ايوه يا اخي بصراحة يعني ما تتكلم صح، انت عمرك ما تكلمت صح يا اخي، لا هذا لرسول الله. فيعجز الرسول بينه وبين عائشة، يعجز بين ابو بكر، وبعدين عائشة تحتمي في ظهر رسول الله لان ابو بكر عايز يكمل. وبعدين الود بقى لما هدي الموضوع، فكانت تغضبه احيانا صلى الله عليه وسلم، بابي انت وامي يا رسول الله، يقول الم احجز بينك وبين الرجل انفا، بجاب لك كده انا برضو انا لذكي، يعني سبحان الله التودد هذا، انا برضو سبحان الله العظيم. مر ابو بكر فسمع عائشة تضاحك رسول الله، فشوف ابو بكر الادب بيقول ايه، ادخلاني في سلمكما كما ادخلتماني في حربكما. هو يعني في الهم مدعية وفي الفرح منسية، لا برضو ما تنسوناه، خدونا معاكم. سبحان الله، هذه الاسر الطبيعية